البداية ستكون بالوضعية الجوية، حيث تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم أول اضطراب جوي خريفي سيمس المناطق الوسطى وشرقية للوطن بداية من ليل الاثنين. التفاصيل في هذه المكالمة الهاتفية مع المكلف بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية هو رياب الرقطة. فيما يخص الوضعية الجوية لنهار اليوم، تبقى دائما الرعود تخص المناطق الجنوبية للوطن، حتى تمس منطقة أضرار أيضا، أقصى أضرار أي منطقة بوشبشي مختار، وكذلك بعض الرعود متوقعة كذلك على المرتفعات الغربية للوطن. ابتداء إن شاء الله من ليلة الاثنين الثلاثاء، تغيير شامل في حالة الطقس، أول تسرب هواء بارد على المستويات العليا للغلاف الجوي سوف يخص المناطق الشمالية للوطن، خاصة منها الوسطى والشرقية. إذا ابتداء من ليلة الاثنين للثلاثاء تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أمطارا أحيانا تكون راعدة محليا معتبرة، خاصة على الساحل الأوسط والساحل الشرقي للوطن، وهذا يكون أيضا مرفوقا برياح تكون نوعا ما قوية قد تؤدي حتى إلى بحر هائج إلى جد هائج من مترين إلى 3 أمتار متوقعة كعلو للأمواج المعنوية، وهذا على السواحل الشرقية للوطن. هذه الوضعية الجوية أيضا راح تكون مرفوقة كذلك كما ذكرت بزخات من الأمطار نتوقعها إن شاء الله أن تكون معتبرة، خاصة على السواحل الوسطى والشرقية للوطن، وهذا بإذن الله.